كانت أبشع مرحلة بحياتي، حسيت حالي ما بسوى شيء. الشاب محمد علي برازي كغالبية الشباب اللبناني وجد نفسه في كابوس البطالة الآخذ بالتمدد، فمر بفترة عصيبة قبل أن يقرر أن يصارع اليأس بالأمل، مخالفا بذلك كثيرين أوصلتهم الظروف الصعبة إلى حال يرثى لها. شن أحلامك، شن طموحاتك، كلياتهم حسيتهم راحوا كلياتهم. جربت كل شيء، جربت اشتغل شو ما كان. اول شيء كسرته هو حاجز انه الواحد يشتغل شو ما كان. صراحه انت عندك شهاده جامعيه؟ اكيد عندي شهاده جامعيه. بلوا واشربوا ميتها صراحه كانت بهذا البلد. دائما بضل في عندي هذا الامل اللي بضله موجود. ممكن لبنان بالاحتمال الأسوأ يوصل لمليون عاطل عن العمل. في بلد المليون عاطل عن العمل، معيلون تثقلهم الهموم يتساءلون كيف بالإمكان أن تدور عجلة الحياة من جديد. أمواج الغلاء وبورصة الدولار المتراقصة ترتطم بمن يرقد وراء لقمة عيشه، اللقمة التي يبدو أنها تصبح شيئا فشيئا صعبة المنال. نتوقع أنه ممكن من 10 إلى 15 ألف منهم يفقدوا عملهم نتيجة إغلاق المدارس أو تقليص أعداد الصفوف. في عنا العاملين بقطاع الفنادق والسياحة والنقل وما يرتبط بها من مطاعم وغيرها، حوالي 50 ألف بيفقدوا فرص عملهم بهالمجال. في عنا العاملين بالقطاع المصرفي اللي هن 26 ألف، كمان هناك حديث عن دمج مصرفي وأغلاق الفروع، ممكن كمان حوالي 10 آلاف ينضموا إلى هيدي العاطلين عن العمل. في عنا العاملين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي بتبيع أشياء وسلع غير أساسية مثل ألبسي وأحذية وغيرها، ممكن يتأدي إلى صرف 100 إلى 150 ألف عامل. ناطرين يفتح المطار حتى نهج. كم اللبناني كتب هذه العبارة على مواقع التواصل؟ كان بحدود 60 ألف لبناني بيسافروا سنوياً للعمل في الخارج. هيدي الفرصة صارت صعبة أو متعذرة. احتمال عودة 200 ألف لبناني من اللبنانيين العاملين في الخارج. 195 مليون إنسان حول العالم سوف يفقدون عملهم بعد كورونا بحسب منظمة العمل الدولية. واقع يقلص أحلام اللبنانيين وغيرهم بالسفر كخشبة خلاص. من بين 5,500,000 يحملون الجنسية اللبنانية في الداخل والخارج، سيبقى يعمل فقط 600 ألف، نصفهم في القطاع العام والنصف الآخر في القطاع الخاص، وسط حد أدنى للأجور وصل إلى أدنى مستوى. غلي السمك؟ ف 675 ألف ليرة لبنانية كانت تعادل 450 دولار، أما اليوم فباتت تعادل 168 دولار، وهذا الرقم يوازي 80 دولار عام 95 لجهة القدرة الشرائية.